السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. موضوعنا النهاردة هنتكلم عن بعض المشاكل اللي بتحصل على مستوى الـ Switching Infrastructure. هنتكلم عن مواقف ممكن تقابلها في شغلك، إزاي تتفاداها، مشاكل إزاي نحلها. فالمحاضرة النهاردة بإذن الله هتكون خفيفة كده وممتعة بإذن الله تعالى. النهارده هنتكلم عن الاوتو نيجوتيشن فيلير كيسز. هنتكلم عن معنى ايه فكره الاوتو نيجوتيشن وايه الفيلير كيسز بتاعتها. الماك ادريس لوكيشن ايدنتيفيكيشن، ازاي نحدد مكان جهازك في الشبكه بتاعتنا عن طريق الماك ادريس. وهنحل بقى ايه لاب 3 والتشالنجينج تيست. طيب اكيد في طبعا ايه صراع كده ما بين مهندسين سيرفرات مايكروسوفت وبتوع سيسكو. دول يقولوا لدول ده انت ما اكتر الناس اللي معاهم ام سي سي اي، ده شغل الويندوز ده كليك كليك، يعني ايه نيكست نيكست فينش والكلام ده كله. وبتوع مايكروسوفت يقولوا لايه اللي بتوع سيسكو ده انت بتاع راوتر وسويتش، انا راجل بعمل شغل كده ايه كومبيليشن سيرفر ولوكال ستوريج وزي ما الباك اب ريد والكلام ده كله ودومين، وده راجل ده كل واحد بيقعد يرمي ايه يحاول كده ان هو يقلل من شأن الاخر. هيظل هذا الصراع مستمر فيما بين مهندسين او السيستم ادمنز والنتورك انجينيرز. طيب كلام جميل جدا. يظهر قدامك مشكله مثلا في الشبكه، يقول لك ايه واحد كده من الموظفين يجي يشتكي لك، يقول لك يا باشمهندس انا عندي الكونكشن بطيء جدا، بنقل فايل من باخد الفايل من على السيرفر، امبارح كنت واخد فايل مساحته نص جيجا اتنقل لي بالظبط في 5 دقايق، ده فايل النهارده جيت انقله مساحته 100 ميجا بايت، وبقاله ساعة دلوقتي ولسه مخلصش، في كونجستشن فظيع، النتورك فيها اختناق، مش عارف ايه الكلام ده كله. انت طبعا بتوع يجي مثلا ايه سيستم ادمن يقول لا 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 لا، ده دي مشكله الايه المهندس اللي عامل الكومبيليشن بتاعت السويتشات، السويتشات دي سيسكو، وفي واحده عندنا في سويتش عندنا بروكيد اتش بروكيرف اتش بي بروكيرف، ولا لا لا ده مشكله الراجل اللي هو عامل الكومبيليشن ده، راجل ما بيفهمش، ده اللي عامل الكومبيليشن بتاعت السويتش ولا الراوتر، ما راجل ما بيفهمش، انا عندي السيرفر شغال تمام التمام والعيب عندي مش من السيرفر. يجي بتاع سيسكو يقول لك لا 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 لا، ده المشكله في السيرفر، المشكله الراجل اصلا جه ما ظبطش، عمل مثلا نيك تيمينج ومش ظابط عنده الكونكشن، النتورك كونكشنز على السيرفر، في مشكله على السيرفر، الفاير وول سواء مثلا ايه حاطط مثلا ايه ده حاطط حاطط مثلا فاير وول على السيرفر، السيرفر وول اللي مبطئ الايه الدنيا. صراع يظل كده مشكله تحصل، ودي ارخم المشاكل اللي ممكن تقابل اي مهندس شبكات. مشكله ان موظف يجي لك ويقول لك بص ده انا عندي الجهاز بتاعي في مشكله بطء في الكونكشن عندي ايه الى السيرفر او الى حتى الانترنت. طيب احنا هنتكلم في شويه حاجات انت تعملها بحيث ان هي تبرأ مسؤوليتك نهائيا من الموضوع ده، تحدد اذا كانت المشكله دي من عندك او لا. شويه ايه كاونتر ميجرز هنتكلم عنها، وازاي انت عن طريق الكاونتر ميجرز دي تقدر ايه تخلي مسؤوليتك تماما من مشكله زي دي. يبقى المشكله بقى ايه في اما في الكيبلينج او اما في السيرفر ايا كان. تعالوا نشوف ايه القصه دي. طيب الاوتو نيجوتيشن فيلير كيسز بمنتهى البساطه يا جماعه، لو انا عندي سويتش متصل ب بي سي تمام. طيب السويتش البورت بتاعه ممكن يكون 10 ميجا بت بير سكند فول دوبلكس، اوكي، او ممكن يكون 10 ميجا بت بير سكند هاف دوبلكس، او اما ممكن يكون 100 ميجا بت بير سكند فول دوبلكس، او 100 ميجا بت بير سكند هاف دوبلكس، او ممكن يكون 1000 ميجا بت بير سكند فول دوبلكس او 1000 هاف دوبلكس ايا كان. يعني كل سرعه من دول اما تكون فول دوبلكس او هاف دوبلكس. ممكن طبعا في سويتشات بقى اللي هي السويتشات زي مثلا 35 60 35 50، انت تلاقي البورت بتلاقي كده في الديسكربشن بتاعت او سبيسيفيكيشن بتاعت السويتش يقول لك ان كل بورت مثلا 10 على 100 على 1000، يعني البورت ده ممكن يشتغل 10 ميجا بت بير سكند او 100 ميجا بت بير سكند او 1000 ميجا بت بير سكند. طب السويتش هيحدد انهي سرعه من دول، يعني هيشتغل على انهي سرعه من دول بناء على النكست نود
المتصل عليه بناء على النقطة المتوصلة عليه. قد يكون النقطة دي ممكن تكون بي سي زي ما موجود عندي، أو قد تكون سويتش تاني، أو إما قد تكون فاير وول أو راوتر، صح ولا لأ؟ طيب على حسب البورت اللي على الجهاز اللي من الناحية التانية المتوصل من السويتش. طب يعني على حسب، يعني مثلا الجهاز ده شغال 100 ميجا بت بير سكند فول دوبلكس، فالسويتش بيقوم مظبط نفسه على السرعة 100 وفول. ده اسمه الاوتو نيجوتيشن، بيحصل نيجوتيشن ما بين التفاوض كده ما بين السويتش وما بين البي سي، فان ايه السرعة اللي احنا نشتغل عليها وايه الدوبلكس مود اللي احنا نشتغل عليها، هل نشتغل فول دوبلكس ولا هاب دوبلكس. طيب كلام جميل، بيحصل بقى مشاكل او ايرورز في الاوتو نيجوتيشن، يعني من الاخر بيفهموا بعض غلط، بيفهموا بعض غلط. طيب بيفهموا بعض غلط ازاي؟ على مستوى السرعة، يعني هل مثلا ممكن السويتش يظبط نفسه على 10 والجهاز اصلا شغال على 1000؟ ممكن تحصل. بصوا المس ماتش ما بيحصلش في السبيد، يعني ده اسمه السبيد، هو بيحصل في الدوبلكس مود، يعني تلاقي حته دوبلكس فول دوبلكس وحته هاف دوبلكس، بتحصل كتير يا جماعه، خلي بالكم ركزوا في المحاضره دي لان دي بتحصل كتير، بتحصل كتير، تمام كده؟ طيب بكلام جميل. طب هي لو حصلت ايه هتاثر لي ازاي في بطء الكونكشن؟ تعالوا نبص بقى. بصوا يا شباب، لو انا عندي السويتش اوكي وواصل ببورت على الايه على بي سي، وده السويتش مظبط نفسه على هاف والبي سي مظبط نفسه على فول، هنا هيحصل على طول كوليجنز. يعني ايه كوليجنز؟ ان الراجل ده وهو بيبعت تمام للسويتش، السويتش مش هيبعت لان السويتش بيستقبل داتا وهو هاف، فهيبعت السويتش اول ما ايه ما البي سي يقوم باعت يقوم متوقف. طيب بفرض ان السويتش جه يبعت بقى تمام، وراح البي سي لان البي سي مظبط نفسه على فول دوبلكس، البي سي بيستقبل ويقدر يبعت في نفس الوقت، يعني كده السويتش طلع من عنده داتا واستقبل داتا في نفس الوقت، وهو الله يقول ده انا هاف دوبلكس، يعمل دروب للايه للداتا دي، يعمل دروب ليها، دروب للداتا اللي بتجيله، تمام كده؟ كده ده فكره الايه المس ماتش دي، بتعمل دي مشكله، لان لذلك خلي بالك ان الايه وانت بتبعت فايل من مثلا ايه بي سي لسيرفر الكلام ده كله، فانت في كميه كبيره من الداتا بيحصل لها الدروب دروب دروب دروب. ليه؟ لان في مس ماتش محموله في الدوبلكس مود، على مستوى الدوبلكس مود ما بين الايه السويتش وما بين الايه البي سي. طيب القصه دي ما تحصلش ما بين يعني ده ايه خبرة عملية، يعني قلما تحصل، نادرا قوي قوي بنسبة ايه 0.5% لو حصلت ما بين السويتش وما بين بي سي. هي بتحصل ما بين الاتي، ما بين راوتر وما بين سويتش، تمام كده، او ما بين سويتش وما بين راوتر، او ما بين سويتش وما بين سويتش. طيب فهي قلما او نادرا تحصل ما بين مثلا ايه سويتش متصل بسيرفر، او ما بين سويتش متصل ببي سي، قلما بتحصل، او سويتش مثلا متصل باي بي كاميرا، اوكي، فاي بي كاميرا مثلا، لا دي قلما بتحصل، بتحصل ما بين سويتش وما بين سويتش، او ما بين راوتر وما بين سويتش. طيب كلام جميل. نحل المشكله دي ازاي؟ هارد كود. هارد كود ازاي؟ هارد كود الدوبلكس مود والسبيد، يعني انت تروح على الراوتر وتحدد مثلا الدوبلكس مود، الدوبلكس مود فول، وتروح على بورت اللي على السويتش المقابل ليه تخليه فول. ده هارد كود الكلام ده بايدك، يعني انت في المشاكل اللي زي دي ما بين السيرفر او ما بين السويتش والسويتش، برضو يعني بين الراوتر بين السويتش عملناه فول فول، هنا برضو فول فول، ممكن تهارد كود السبيد برضو، تحدد السبيد هنا 100 وهنا السبيد 100 او 1000 و1000 والكلام ده كله. بس خلي بالكم يعني نادرا ما تحصل المشكله دي ما بين ايه السويتش وما بين سيرفر، او سويتش وما بين بي سي. طيب ما تحصلش المشكله دي خالص بقى لو انت بتتكلم في جيجا بت كونكشنز، يعني انت عندك مثلا سويتش واصل بسويتش تمام جيجا بت، يعني ايثرنت جيجا بت، تمام كده، ده 1000 مثلا وده 1000، دي لما بتحصلش خالص المشكله دي على مستوى الايه الجيجا بت، لا بتحصل على مستوى ال 100 ميجا بت وال 10 ميجا بت. طيب كلام جميل. دي الايه الفكره بتاعتنا. طيب احنا نكتشف الموضوع ده ازاي، يعني احنا اتفقنا ازاي نحله او ازاي نحله. طيب كلام جميل، ازاي نكتشفه؟ ازاي نكتشف ان في مس ماتش وفي ايرورز والكلام ده كله؟ بمنتهى البساطه لو انا رحت جيت فتحت الايه السويتش ده او فتحت الراوتر مثلا،
تمام. وجيت على الراوتر، الراوتر متصل بسويتش داش 1، متصل بيه بايه؟ فاس 0 سلاش 0. اوكي، خلي بالكو الخمس دقائق او العشر دقائق الجايين دول اهم 10 دقائق في حياتك في في تراك النتورك بتاعك. هفهمك دلوقتي حاجه اسمها الكي كاونترز. اعمل شو اي بي انترف، لا شو انترفيس فاس 0 سلاش 0 تمام. تعالوا ناخد الايه الجزئيه دي كلها، تعالوا ناخد دي كده كنترول سي، او ممكن ناخدها كده تمام اوكي، وكنترول في. اها، ونبدا نبص على الداتا اللي ظهرت لي اول ما انا عملت الامر ده. انا عملت شو انترفيس فاست تنين زيرو سلاش زيرو، بيقول لك فاست تنين زيرو سلاش زيرو از اب ات ا فيزيكال لاير، يعني كلاير 1 از اب، لاين بروتوكول از اب. طيب طيب الماك ادرس، ده الماك ادرس بتاع الايه، البورت فاست تنين زيرو سلاش زيرو، الانترنت ادرس يعني من الاخر الاي بي ادرس بتاع الايه فاست تنين زيرو سلاش زيرو 192.168.1.1، الباندوتس تمام 100 يعني 100000 كيلو بت، من 100000 كيلو بت يعني 100 ميجا بت برس، يعني 100 ميجا بت الباندوتس. طيب الام تي يو 1500 بايت، يعني اقصى سعه اقصى سايز من الباكت يقدر اللينك ده يشيله 1500 بايت. طيب الديلي 100 مايكرو سكند، الديلي هو لو انت عندك مثلا داتا هتتنقل من نقطه لنقطه وهتاخد 10 ثواني تمام. طيب لو الداتا وصلت بعد 15 ثانية، يعني يعني في الحالة الايديال هتوصل في 10 ثواني لكن هي خدت 15 ثانية، فانت الخمس ثواني فرق دول هي الديلي. طيب تعالوا ننزل شوية تحت، يقول لك ايه فول دوبلكس، فول دوبلكس تمام كده، بتظبط على الفول دوبلكس 100 ميجا بت بير سكند 100 بيس تي اكس اوفر اف اكس، ده الايثرنت بروتوكول اللي هو شغال بيه تمام. بيقول لك last clearing of show interface counters never. الامر ده مهم جدا لان انت خلي بالكو الامر يا جماعه اللي انا كتبته ده اللي هو show interface fast 0 0 تمام، بيوريني المعلومات بتاعت الايه، لو في ايرورز مثلا على الانترفيس يوريها لي، في برودكاستس كتير يوريها لي، الكلام ده كله. ف anyway افرض مثلا الـ يعني بيظهر مثلا يعني سيسكو السويتشات خصوصا ممكن تقعد سنين من غير ما تتقفل، خصوصا لو انت موصلها مثلا على يو بي اس، يو بي اس يعني لو في حاله السويتش كده، يو بي اس كده ان انت عندك السويتش بيبقى في تو باور بورتس مثلا منهم بتوصل كابل باور على الايه ال 220 فولت اللي عندك، وتلاقي كابل باور توصله مثلا على يو بي اس اوكي. في حاله ان انت الكهرباء قطعت فده قطعك بقى تغذيه للسويتش، لكن ده اليو بي اس يقوم شغال اوتوماتيك على طول يغذي السويتش بالايه بالباور. فطبعا السويتش في سويتشات بقى ايه بتقعد سنين من غير ما تتقفل اوكي. فانت ممكن تلاحظ كده ايه ان داتا تشوفها هنا وتستغرب قال ايه ده، هو في مثلا لقيت كوليجن حاصله وعددها كبير قوي والكلام ده كله ومش عارف ايه، طب ازاي الباكت انبوت 700 والاوتبوت مثلا ايه 5000 وشويه ومش عارف كده. فانت ممكن تظهر قصادك بيانات، البيانات دي اصلا لا ده الكلام ده من فتره من زمان تمام. فدايما اما تيجي يعني بننصح يعني الناس اللي بتعمل كونفيجريشن تحت الانترفيس يغير اي تعديل على الراوتر او كده، خصوصا لو تعديل خاص ايه بالنتورك اوبريشنز او تحت الانترفيس او كده، يعمل كلير كاونتر انترفيس مثلا باس 0 0، يعني يريست الايه المعلومات دي من اول وجديد، يعني يبدا الايه الراوتر يرصد الايه الداتا بتاعته بتاعت الانترفيس او الكاونترز بتاعت الانترفيس من اول وجديد. anyway تعالوا بقى ننزل، فهنا بيقول لك last clearing of show interface counters never، يعني مفيش حد عمل clear counter interface fast ethernet 0 تمام كده، مفيش حد عملها. طيب ال input queue برضو يعني ايه محتاجك هنا تركز في ال output drops هنا، لان ده خلي بالكوا ده بيكون ملصق بال، لو جينا عملنا كده على الراوتر شو انترفيس فاست 0 تمام، الاوتبوت دروبس هنا مرفقه بالايه انبوت كيو، لازم يعني ايه تلاقي
الداتا او الاستاتستكس بالشكل ده. طبعا ده شرحها ياخد فتره كبيره جدا وهو مش عليك كراجل سي سي ان اي، بس الدروبس هنا لو لقيت عدد الدروبس عندك بتزيد يبقى انت عندك مشكله في الدبل اكس ماس ماتش. طيب كلام جميل، تعالوا نركز في حاجه تانية. دي طبعا اخر 5 منت، بيقول لك في اخر 5 منت الامبوت ريت، سرعه الريت بتاعت الانبوت، سرعه يعني من الاخر انا دخل لي 5000 بت اخر 5 دقائق، يقول لي فانا دخل لي اخر يعني اخر 5 دقائق دخل لي 5000 بت، فيقسم ال 5000 دول على 300 ثانيه عشان يجيب لك كام بت دخلت لي في الثانيه، وبما ان الباكت 1500 بايت فيقول لك كام باكت دخلت لي في الثانيه. anyway طيب ده الباكت انبوت، عدد الباكت اللي دخلت، ودي عدد الباكت، ودي طبعا الايه السايز بتاعها بالبايت. received 636 برودكاست. طبعا العدد ده لو زاد عندك يبقى انت عندك مشكله في النتورك بتاعتك، في برودكاست ستورم بيحصل في الشبكه بتاعتك، يعني في اوفرلود، في عندك جهاز بيبعت داتا برودكاست كتيره جدا. تمام، فطبعا انت دورك هنا بقى ان انت تعرف البرودكاست دي جايه منين. اوكي، الرانس، والرانس اللي هي احنا اتكلمنا طبعا عن الرانس والجاينتس، اتكلمنا عنها في تقريبا المحاضره الاولى بتاع في السويتشنج. الرانس اللي هي الفريم اللي ما وصلتش الداتا او السايز بتاعها للحد المطلوب، يعني حجمها صغير. طبعا الرانس دي بتحصل بحاله الدوبلكس برضو ميس ماتش. بمنتهى البساطه ان انت عندك مثلا ايه، والجاينتس بتحصل بقى اللي انت اما الباكت عندك بتزيد عن الحد المسموح بتاعها. طبعا احنا شرحنا الجزئيتين دول باستفاضه في المحاضره تقريبا كانت تقريبا المحاضره 14 او 15 في السي سي ان اي. الانبوت ايرورز، الانبوت ايرورز دي قصه، المفترض عدد الرانس عندك لو زاد الانبوت ايرورز عندك تزيد. طب ماذا لو الانبوت ايرورز عندك زادت والرانس متصفر او الرانس ما بيزيدش؟ يبقى انت كده عندك مشكله، انت عندك مشكله ممكن تكون في نوعيه الكيبل، انت عندك ممكن تكون في مشكله في نوعيه الكيبل. اوكي، عدت عليا مواقف ان انا برضو لقيت الانبوت ايرورز دي عندي بتزيد، وكانت الكيبل شغال تمام التمام، بس انا لاحظت في مس كونفيجريشن عملها المهندس اللي قبلي الله يكرمه. يعني انا عندي السويتش هنا متصل، لقيت انا عندي هنا البورت ده متظبط على دي تي بي دايناميك ترانكينج بروتوكول، والسويتش والبورت ده طبعا ده هناخده باذن الله في المحاضرات بتاعت الفيلانز، والسويتش ده او البورت ده متظبط على نو سويتش بورت، يعني البورت ده لاير 3 مش ليه، يعني ده انت عندك هنا لاير 2 بورت على لاير 3 بورت، وده دي تي بي وده لاير 3. انا عندي هنا في هذه الحاله يعني انا اللي شفت الكلام ده، يعني ايه كانت مشكله بالنسبه لي ان انا لقيت الانبوت ايرورز عماله تزيد، الكيبل عندي يعني انا يعني خلي بالكو انا فعلا عندي مشكله، لو في الكيبل عندي في مشكله في التأريجة او في نوعيه الكابرز نفسها، لا هتلاقي الانبوت ايرورز عندك بتزيد، خصوصا بقى الباكتس عندك في مشكله في في الايه في الكيبل والكلام ده كله. لكن لو انت متاكد من جوده الكيبل اللي متوصل ما بين التو اند ديفايسز، هتلاقي بقى ان انت لا ممكن يكون يعني انا ظهرت لي مشكله في ان انا حته كانت مكتوبه دي تي بي معموله دي تي بي، والناحيه الثانيه كانت نو سويتش بورت، يعني كان ليها 3 سويتشنج بورت. طيب الكوليجنز، بصوا يا جماعه انت من الاخر هتلاقي عدد الكوليجنز عندك بيزيد، عدد الكوليجنز عندك ايه بيزيد لو في ميس ماتش في الدوبلكس، اما في الرنت او اما في الكوليجنز. تمام، امتى يحصل الليت كوليجن؟ لو انت عندك زاد او تم اكتشاف الكوليجن بعد تسريب من الاخر اكتر من 512 بت من الداتا، تمام ساعتها يتم اكتشاف الايه كوليجن. لكن الليت كوليجن ده بيحصل في حاله ان انت الكيبل عندك طويل، يعني حصل مثلا انت عندك في اوفر لينث على الكيبل، الكيبل ازيد من مثلا 100 متر. اوكي، الكوليجنز بقى ايه دي تحصل في الحاله الطبيعيه اللي انت حصل عندك ميس ماتش في اللوبلكس. طيب دي شويه حاجات تيبس كده، تيبس اند تريكس في الانترفيس كاونترز، توضح لك بقى ايه امتى تكتشف بقى عندك فعلا في دوبلكس ميس ماتش ولا لا. طب في برضو حاجة هنا، طبعا اياك تيجي تعمل هارد كود على الدوبلكس،
والسبيد في ناحيه والناحيه التانيه لا، يعني انت لو عملت في الناحيه دي اعمل على الناحيه دي، لو انت جيت عملت مثلا هنا فول دوبلكس والناحيه التانيه عملتها دايناميك، السويتش هيفهم ان الناحيه التانيه دي هاف. ليه؟ لان انت طالما انت عملتها هارد كودد، فالسويتش لما يجي يبعت نيكوتيشن داتا يحاول يتفاوض مع الجهاز، الجهاز متظبط على ايه؟ متظبط على فول دوبلكس ستاتيك، يعني انت ستاتيكلي انت محدد الايه؟ الدوبلكس مود، فالسويتش هيبدا يبعت داتا، مش الجهاز مش هيرد عليه، الجهاز مش هيرد عليه، تمام؟ لان الجهاز انت خلاص انت شغاله كده كهارد كودد دوبلكس مود، فالسويتش اول ما يكتشف ان الناحيه الثانيه ما بتردش عليه في النيجوتيشن هيعتبرها هاف، فالسويتش هيظبط نفسه على هاف، فما تعملش هارد كود على ناحيه وتنسى الناحيه الثانيه. طيب كلام جميل جدا. الماك ادرس لوكيشن ايدنتيفيكيشن، بصوا يا شباب نفتح الوايت شيت. الماك ادرس بيتسجل ازاي على السويتش؟ زي ما احنا اتكلمنا سابقا، لو انا عندي السويتش ده متصل بيه جهاز، مثلا جهاز ده 10.0.0.1 الماك ادرس بتاعه 1111، الجهاز التاني او ده بي سي 1 وده بي سي 2 وده مثلا بورت 1 وده بورت 2، ده مثلا كوادراتيك 2 الماك ادرس بتاعه، السويتش بيخزن الماكات على ايه؟ على جدول اسمه الكام تيبل او الماك ادرس تيبل، الكام تيبل كونتنت اكسس ميموري. طيب بيبني الجدول ده ازاي؟ بمنتهى البساطه بيعمل جدول بسيط كده من البورت، مكون كده من البورت ومكون من الماك. اوكي طيب لو البي سي 1 عايز يبعت لبي سي 2، بي سي 1 الاول ما يعرفش الماك ادرس بتاع بي سي 2 لكن عارف الاي بي بتاع بي سي 2 اللي هو 10.0.0.2، فالجهاز او بي سي 1 هيبعت رساله ارب زي ما احنا اتفقنا، هيبعت رساله الارب. اوكي والسورس ماك والديستنيشن ماك ايه بقى؟ السورس ماك والديستنيشن ماك، السورس ماك اللي هو اربع وحدات تمام، والديستنيشن ماك هيبقى مفترض 12 اف، فاحنا هنعتبرهم اربع افات هنا اختصارا للوقت يعني تمام. فالسويتش اول ما يستلم الفريم هيبص هيقرا في السورس ماك وهيقول الله بي سي 1 انت متصل عندي على بورت 1، يبقى اذا انا في البورت 1 متصل على الماك ادرس، متصل عليه الماك ادرس 1111. طيب ويبص على الديستنيشن ماك، لو السويتش بص ولقى 12 اف هيفهم ان ده الماك، ده ماك برودكاست، فياخد الباكت هيطلعها من كل الافيلابل بورتس. يعني الافيلابل بورتس يعني ايه؟ يعني البورتس اللي هي واصله على نودز، يعني مثلا لو انت عندك بي سي 3 اوكي بي سي 3 مثلا 10.0.0.3 الماك ادرس كوادراتيك 3 وده مثلا بورت 3، فيقوم برضو مطلعه من هنا ومطلعه من هنا. طيب بي سي 3 هيقول ايه ده؟ انا مش حاصل 0.0.2 ديسكارد الباكت. بي سي 2 هيقول انا 10.0.0.2 هيبعت مسج فيها الباكت او الماك ادرس بتاع ايه؟ بي سي 2. طيب فبي سي 2 هيدخل الداتا تمام كده، هنعتبرها كده اسمها داتا مثلا تمام، فبي سي 2 هيحط ايه؟ سورس ماك ايه؟ 4.2.8 تمام، ديستنيشن ماك ايه؟ ديستنيشن ماك 4.1 هيرد على ايه؟ بي سي 1. فالسويتش هيستلم الاف فريم هيبص على السورس ماك هيقول الله بي سي 2 انت الماك ادرس بتاعك 4.2 ومتصل عندي على بورت 2. فهمتوا يا جماعه الكونسبت اللي بيبني بيه او المنتاليتي بتاعت السويتش في انه يبني جدول الماك ادرس، وبعدين يقول اوكي انت عايز يا بي سي 2 تروح ل 4.1، طب انا 4.1 عندي محطوطه او متوصل على بورت 1، ويقوم مطلع الداتا يونيكاستلي الى بورت 1 فيوصل بالتالي الى بي سي 1. ده الكونسبت اللي السويتش بيبدا بيه الايه؟ الكام تيبل او ما فيما يسمى الكونتنت اكسس ميموري. طيب السويتش وانس ان هو بيضيف الماك ادرس للكام تيبل بيضيف عليها تايم ستامب، تايم ستامب ايه الوقت اللي ضاف فيه الماك ادرس. اوكي يعني مثلا ضاف الماك ادرس مثلا الساعه مثلا 5:15 اي ام مثلا. طيب كلام جميل. باي ديفولت طب ايه لازمه دي؟ بمنتهى البساطه لو مفيش اي داتا راحت لاربع وحايد او مفيش اي داتا خرجت من اربع وحايد الماك ادرس ده تمام، يعني كان اللينك ده او الماك ادرس ده او البورت ده في حاله ايدل ما حصلش او ان اكتف لمده 5 دقائق، فالسويتش في الساعه 35 هيقوم شايل الايه؟ الماك ادرس دي، عمل لها كده فلاشنج هيشيلها من الكونتنت اكسس ميموري تمام. طبعا الموضوع ده يعني
قلما او نادرا ما بيحصل يعني، الا لو انت قفلت بقى الايه الجهاز بتاعك، لو قفلت الجهاز بتاعك هو متصل ببورت على السويتش، فيستحيل بقى الايه فطبعا اكيد الماك ادرس بتاعك هيتشال، لان الكام تيبل بيشيل الانت او الانتري بتاعت الكام تيبل بتقعد 5 دقائق باي ديفولت، تمام. ده طبعا ايه التايم ستامب طبعا ايه ممكن تضيف بالمناسبه ماك ادرس ستاتيكلي، يعني انت ممكن مثلا تروح للسويتش مثلا ايه البورت ده متوصل على سيرفر، فانت ممكن تروح للسويتش وجلوبال كونفيجريشن مود تحط ماك ادرس تيبل ماك ادرس تيبل ستاتيك، وتدخل الايه الفيلان رقم الفيلان. طبعا احنا هناخد الكلام ده ان شاء الله في محاضره الفيلانز، يعني ايه فيلان والكلام ده كله. السيرفر ده موجود مثلا في فيلان 1، فهتقول فيلان 1 الماك ادرس الفلاني على بورت الفلاني والكلام ده كله. طيب انك تعمل اكسكيوت، عايز تشوف بقى تعمل فيريفيكيشن للماك ادرس تيبل او الكام تيبل، اعمل شو ماك ادرس داش تيبل، تمام كده شو ماك ادرس داش تيبل. وعايز تشوف بقى مثلا الايجنج او التايم بتاع الايه الماك ادرس، شو ماك ادرس تيبل ايجنج، تمام. طيب تعالوا نبدا بقى ايه نشتغل في اللاب بتاعنا. في اللاب بتاعنا طالب الاتي، ده نفس اللاب برضو اللي هو لاب 3، بيقول لك ان set duplex mode to be full for the link between two switches and the router، يعني في اللينك اللي ما بين السويتش سويتش 1 وسويتش وراوتر 1 وراوتر 1 وسويتش 2 اعمله full duplex، تمام. يعني هروح على البورت ده هخليه full duplex، وده بورت full duplex، وده full duplex، وده full duplex، تمام. و set the MAC and set the MAC of PC1 and PC2 statically on path switches، ضيف الماك ادرس ستاتيكلي على الانترفيسز اللي رايحه البي سي 1 والبي سي 2. طيب كلام جميل، تعالوا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا نعمل الكونفيجريشن بتاعت الدوبلكس الاول. كونف تي انترفيس رينج فاست ايثرنت 0 الى 0 الى 1، تمام، لان انا هظبط يعني فاست ايثرنت 0 الى 0 اللي رايح من راوتر 1 على سويتش 1 ومن راوتر 1 على سويتش 2 اللي هو فاست ايثرنت 0 الى 1، فهدخل الامر كده دوبلكس 4. اها اوكي، لو انا جيت عملت سبيد في ممكن تحدد السبيد، ممكن تخليها 100، تمام، بس انا مش هقرب ايه من السبيد هنا. ممكن تغير تعمل السبيد هنا 100 والناحيه الثانيه تعملها 100. anyway طيب تعال الى سويتش داش 1. اوكي يوزر نيم ادمن 123 ات سيسكو، تقريبا 134 ات سيسكو admin 1234 at cisco. طيب ندخل كده مره تانية admin cisco. طيب اها انترفيس ايثرنت، السويتش ده وصل على الراوتر على بورت كام؟ 0 ل 0 ايثرنت 0 ل 0. اها دو لا دو ايه دوبلكس فول، تمام. طبعا هنا برضو على سويتش الاي او يو مفيش سبيد هنا، عشان كده انا ما اهتمتش بتحديد السبيد على ما بين الراوتر بين السويتش. طيب خلي بالكم ان انا قبل ما اعمل الايه السبيد قال لك ايه سي دي بي سيسكو ديسكفري بروتوكول، ده هناخده باذن الله قدام. دوبلكس ميس ماتش ديسكفرد اون ايثرنت 0 سلاش 0 نوت فول دوبلكس وذ ذا باجز داش ار داش 1 دوت ديباجز داش اي جي دوت كوم فاست ايثرنت 0 سلاش 0. طيب ده كلام جميل، انا عملت هنا الدوبلكس خلاص بقى فول، وانا عملته على الناحيه الثانيه من الراوتر. نخش بقى على ايه سويتش داش 2 يوزر نيم ادمن باسورد تقريبا سيسكو انيبل 1 2 3 سيسكو 1 2 3 ات سيسكو كده اهو، تمام. برده كوم تي انترفيس رايح على بورتو كام بقى؟ 0 ل 0 الانترفيس يستنى 0 ل 0 دبل اكس فول، تمام كده. انا كده ظبطت الدبل اكس مود ما بين السويتش وما بين الراوتر. طيب تعالوا بقى لو انا جيت على البي سي 1، تمام، جيت فتحت كده بي سي 1 وقلت له دي اتش سي بي، خد اي بي دي اتش سي بي من الراوتر، في مشكله هنا ولا ايه؟ دو شو اي بي دو شو ران بايب سيكشن اي بي دي اتش سي بي. اصلا ما خدش هنا الدي اتش سي بي اي بي خالص، ف اهو نظبط الكونفيجريشن اهو دو
شو اي بي انترفيس بريف. ابصوا بقى يا جماعه ترابل شوت اهو، ده ترابل شوت. يعني انا عندي مشكله البي سي عندي ما بياخدش اي بي من الراوتر، فبشيك بقى فاصل ترانزيوس لزيرو اب واب تمام. طيب كلام جميل. تعالوا مثلا سويتش دش 1 انترفيس بي لان 1، اديلها مثلا اي بي 1.2 اوكي 224 نو شوت. دش اي بي انترفيس بري تمام. طيب تعالوا مثلا نجرب بينج من السويتش على الراوتر 1.1 اهو بيبنج. طيب ندي مثلا اي بي للجهاز 1.3/27 1.1 اللي هو اي بي ديفولت جيت واي، ونحاول نبينج مثلا من الجهاز بي سي على السويتش. الجهاز مش بيبينج كده على السويتش، الجهاز مش بيبينج على الاي سويتش، تقريبا في مشكلة في البي بي سي هنا. طيب تعالوا نعمل ايه، هو واصل على ايثرنت 0/1 اوكي. طيب 0/0 دبل اكس بول كده. لا كده بتهيألي كده في مشكلة من البي بي سي ده ذات نفسه. طب عشان اتست الكلام ده تعالوا مثلا نوصل الراوتر ده هنا، تعالوا نوصله مثلا على اي بورت كده، او ممكن اشيل اللينك ده واوصل الراوتر ده على نفس البورت بحيث اتأكد. افتح الايه الراوتر، نقول بقى هنا الراوتر نعمل انترفيس باس ايثرنت، انترفيس باس ايثرنت يشل زيرو نو لا لا نو ايه اي بي ادرس دي اتش سي بي، اي بي ادرس دي اتش سي بي نو شوت داون. شوف كده الراوتر هياخد اي بي ولا لا. الراوتر خد اي بي. يعني هي مشكله فعلا في البي بي سي، البي بي سي فعلا في بيبقى في مشكله. هو بيحكي لك ان انت تعمل جهاز كمبيوتر يعني على الجي ان اس 3 بس مش ستيبل وذ 100%. اني واي لو جيت الراوتر جيت عملت بينج على 192.168.1.1 هو بي بينج. يبينج هاي بينج. طبعا هو فوت اول باكت عشان عمل الارب عقبال ما عرف الماك ادرس. طيب لو انا رحت ل الراوتر 1، الراوتر 1 الماك ادرس بتاعه كام؟ ده تيجي كده تعمل كليك يمين، مش عارف المنيو هيظهر لكم اهو، المنيو ظهر لكم في الكادر اهو كونفيجر، هتلاقي تعالى على ادفانسد. ادفانسد ده البيس ماك ادرس او ده الماك ادرس بتاع الايه الراوتر، ماك ادرس جنرال تمام. طب لو انا عايز اعرف الماك ادرس بتاع فاست ايثرنت 0/0، يعني خلي بالك بيبقى في ماك ادرس كل بورت على الراوتر وبيبقى في ماك ادرس جنرال على الايه الراوتر. هيبقى هعمل دو شو انترفيس فاست ايثرنت 0/0 عشان اعرف الايه الماك ادرس بتاع الراوتر هنا اللي فاست ايثرنت 0/0 اللي هو اخره 3.8. طيب حلو، لو انا رحت لي سويتش دش 1 وجيت عملت بقى ايه شو ماك ادرس تيبل، هيقول لي ان سي اي 0 في 0 1 وفي 0 3 انهي واحد منهم بقى؟ راوتر 1 او تعالوا نسميه كده كونفي تي او هوست نيم، هوست نيم تسميه ار 1 بي سي مثلا اوكي. طيب ده الماك ادرس بتاعه كام؟ سي اي 0 3 فده اهو سي اي 0 3 تمام كده. طيب واصل السويتش يعرفه دايناميكلي، يعني السويتش عرفه بقى عن طريق القصه اللي انا حكيتها لكم بقى، ان السويتش بيبص ايه ده انت متصل عندي على بورت كذا، طب هسجلك وبعدين هبعت الباكت دي برودكاست والقصه دي كلها، عرف الايه الماك ادرس عن طريق ايثرنت 0/1. طيب كلام جميل. ده انا رحت برضو سويتش داش 2 نفس القصه، بس انا برضو مش عارف بقى بي سي 2 هياخد اي بي ولا لا، بس تعالوا نجرب. دي اتش سي بي اهو خد اي بي. طيب كلام جميل. طب لو جينا عملنا هنا شو ممكن نعمل شو ايه شو اي بي، شو اي بي تمام. الماك ادرس بتاع البي بي سي هنا فين؟
اهو اخره 68.02. طيب لو رحت سويتش 2 وجيت عملت دو شو ماك ادرس، شو ماك ادرس تيبل 58 ولا 68؟ ايه ده؟ 0050 اهو 68.02. تمام، برضو عرفوا عن طريق ايثرنت 0/1. كلام جميل. طيب خلي بالكم يا شباب، لو انا مثلا تمام جيت الراوتر ده، اوكي انا بقى مش واصل بالسويتش 1 ده مباشرة، انا هفترض ان انا ما بينه وبين سويتش 1 ده كذا سويتش. طيب هو كده المفترض استناه كده نعمل ديسكونكت. طيب كلام جميل، بعد كده نعمل ديليت، اشتغل على سويتش داش 2. تمام اها، انا مثلا بص ضفت عدد كبير من السويتشات اها، فاست ايثرنت 0/1 هوصله هنا مثلا، والسويتش ده هوصله هنا، اوكي تمام، والسويتش ده هوصله هنا، وبعدين ده وصله كده اها. وجيت افتح بقى ايه، افتح السويتشات دي. كلام جميل. تعالوا بقى من راوتر 1 اوكي، ونعمل بينج على 192.168.1.1 1.1 ريبيت 10,000، يعني ريبيت الباكتس بتاعت البينج الاي سي ام بي 10,000. اوكي طيب ما هنستنى، طبعا هو مش هيبعت لحد ما السويتشات دي اللي في النص دي تكون اب كلها. بصوا يا شباب اهو، وقف وبعدين اهو ضرب الايه المدفع بتاع الاي سي ام بي، كنترول شيفت 6 عشان توقف. اوكي تعال نروح على سويتش ديش 1. انا بقى هفترض عندك ايه، مثال ان انت جيت لقيت مثلا الراوتر ده مثلا طالع على النت، الراوتر ده مثلا او فاير وول، الفاير وول يقول لك خلي بالك ده الماك ادرس الفلاني ساحب مثلا 90% من الباندوس او من سرعه الانترنت. ازاي تحدد بمعلوميه الماك ادرس موقع الجهاز؟ يعني تختار البورت اللي واصل عليه الجهاز في اخر سويتش عنده. بمنتهى البساطه انت بتخش مثلا على سويتش داش 1. اوكي انا بقى هبدا من ايه، يعني مثلا الفاير وول او الراوتر واصل بسويتش داش 1، فانا هبدا من اول سويتش داش 1 واعمل ايه، شو ماك اها، شو ماك ادرس ادرس تيبل. تمام المفترض يسجل الماك هنا اهو. بصوا يا جماعه انا حليت القصه دي كلها لان انا عندي الماك ادرس بتاع او البي سي اللي هو البي سي هنا ما كانش متسجل طبعا عندي، بس انا جيت عملت كلير اوكي ماك ادرس تيبل دايناميك. اوكي يعني عملته كلير وبعدين عملت ريفرش، يعني كاني بعمل ريفرش كده، قال لي ان هو ايه عارف الماك ادرس اللي هو سي اي 03 على ايثرنت 0/1. تيجي تبص بقى ايثرنت 0/1 ده واصل فين، هو واصل عندي على سويتش 3. تمام فتفتح سويتش 3 اوكي، وبعد كده من سويتش 3 تعمل برضه شو ماك ادرس ماك ادرس تيبل، يقول لك ان 0 سي اي 03 على 0 سلاش 0. تمام تروح تبص يا 0 سلاش 0 رايح على فين، على سويتش 4، وبعد كده على سويتش 4 يقول لك ده الماك ادرس ده على ايثرنت 0 سلاش 1، وبعد كده تروح تشوف ايثرنت 0 سلاش 1 واصله على سويتش كام لحد ما توصل لمكان الجهاز. يعني فهمتوا الفكره دي، خاصيه التتبع اوكي. ولكن في هنا تساؤل طبعا، ده هيحله بقى السي دي بي ان شاء الله في المحاضرات بتاعته. انا هعرف يعني انا دلوقتي رحت عرفت ان انا عارفه عن طريق ايثرنت 0 سلاش 1، طب انا هعرف منين ايه البورت المتصل او ايه السويتش او ايه الجهاز المتصل على بورت ايثرنت 0/1 لو انا مش معايا الدياجرام بتاعت النتورك ديزاين النتورك؟ بمنتهى البساطه لو انا رحت السويتش داش 1 وجيت عملت كده شو سي دي بي نيبر، ده بقى ايه اللي بيحله بروتوكول السي دي بي، يقول لك خلي بالك ان انا متصل على سويتش داش 3 على ايثرنت 0/1، فانت تروح على سويتش ايه سويتش داش 3 اللي هو قال لك اهو سويتش داش 3، وبعد كده انت ايه على سويتش داش 3. تمام فين سويتش داش 3؟ تعمل برضه شو سي دي بي نيبر، اوكي قال لك ان انا السي اي 0 3 متصل على ايثرنت 0 0. فانت بص انت شو سي دي بي نيبر، قالت لك ان ايثرنت 0 0 0 واصله على سويتش داش 4، رجعت تروح لسويتش داش 4 وهكذا. دي الطريقه اللي انت بتتبع بيها الايه الماك ادرس. انا طالب منك هنا ان انت تعمل استاتيك ماك ادرس، يعني تروح على سويتش داش 5 اوكي على ايثرنت 0 0، حدد بقى الماك ادرس استاتيكلي، انا عايز الماك ادرس يكون متحدد استاتيكلي. تمام او ممكن بمنتهى البساطه كده ايه ارجع السويتشات دي بقى ايه، انا بس ضفت السويتشات دي عشان اوريك ازاي نقدر نحدد نتتبع الماك ادرس. اوكي
ممكن نشيل الراوتر ده، ممكن نشيله اوكي، بحيث ان احنا نحاول نجرب كده بي سي 1 برضو ايه اشتغل ولا لا. ممكن برضو نشيل بي سي 1 ده اوكي، اعمل ريفرش عندي كده وانزل واحد، انزل بي سي تانية اهي. اها تمام. بعد كده ايثرن زيرو، صح ايثرن زيرو سيرش 1، كليك يمين ستارت اها، شغله بقى تمام. دي اتش سي بي اهو، خد اي بي فعلا تمام، عظيم جدا. عايزين نعرف الاي بي، الماك ادرس بتاعه شو اي بي. الماك ادرس هنا 0050. طب انا عايز اخلي بقى ايه، خلي بالكوا لو انا رحت مثلا لسويتش داش 1 اوكي اوله 0050 وجيت عملت شو ماك ادرس، شو ماك ادرس تيبل، هيقول لي ان 0050 متصل على ايثرنت 0 سلاش 1 بس ايه دايناميك. طب لو انا عايز اخليه ستاتيك بقى اوكي، هروح على كونف تي ماك، ماك اوكي ادرس تيبل اوكي ستاتيك، ستاتيك، وتحط الماك ادرس بتاعك. السويتشات او الاي او اس بتاع سيسكو بيفهم الماك ادرس باللغه الاتيه، اللي خلي بالكم كل اوبريتنج سيستم بيفهمها بطريقه مختلفة. يعني مثلا الاي او اس بيقول تحط له الماك على الصورة دي اكس 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 دوت اكس 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 اكس، يعني ايه هي 12، هي 12 ديجيت على ايه 4 مرات، على 3 مرات، بس كل مرة تكون فيها ايه، يكون فيها 4 ديجيت. طيب كلام جميل. فانا هنا هعمل ستاتيك تمام، اكتب بقى الايه الماك ادرس، الماك ادرس ايه بقى 0050. بصوا ناخد ده كوبي كده، ممكن نمسح ال 0050 كده، ناخد ده نعلم نعمل مارك عليه سيلكت عليه كليك يمين، يقوم متكبر هنا فيلان 1. طبعا ايه هتقول لي اشمعنى فيلان 1، خليها كده خدها كده لحد ما نخش في في محاضره الفيلانس. انترفيس ايثرنت 0 سلاش كام، هو على 0 سلاش كام، 0 سلاش 1، 0 سلاش 1. شوف في حاجه تاني، بصوا انا بستعمل الشيفت علامه استفهام كتير ازاي، اها دوس انتر. لو جيت عملت دو شو ماك ادرس تيبل، اها بصوا يا جماعه دلوقتي نفس الماك بس دلوقتي بقى ايه استاتيك تمام، مش هيتغير بالاخر يعني مش هيتغير اوكي. طيب لو رحت برضو هروح لسويتش داش 2 هعمل نفس القصه اوكي، هعمل ماك ادرس تيبل ستاتيك في الماك ادرس ايه، ما هو الماك ادرس ده اوكي، في لان 1 انترفيس ايثرنت 0 سلاش 0، وبعدين دو شو ماك ادرس تيبل، ادرس تيبل اها ماك ادرس ستاتيك، كلام جميل. ممكن نعمل شو ماك ونشوف ايه الباقي بقى في ايه تاني. شو ماك ماك ما فيش غير الشو ماك هنا. طب تقريبا في اللي هو الماك ادرس، ماك ادرس ايجينج شو ماك ادرس تيبل ايجينج تمام. شو ماك ادرس تيبل، شو ماك اها ادرس تيبل اها ايجينج تايم، انا مش متخيل التايم. لو جينا عملنا دور شو ماك ادرس ايجينج تايم، هو طبعا هنا مش ضايف الايه التايم بس، هو اني واي كده كده بيقول لك الجلوبال ايجينج تايم هو بيقعد 30 ثانيه، 300 ثانية، 300 ثانية في معادل 5 دقايق. ده عشان كده قلت لكم الانتري بتاعت الكام تيبل بتقعد 5 دقايق. طيب يعتبر احنا كده خلصنا المطلوب في اللاب ده. تعالوا نبص في ايه تاني. طيب فاضل بقى ال challenging تيست. بيقول لك هنا choose a link that needs to be optimized with speed and duplex settings، switch to router ولا PC to router ولا server to switch ولا PC to switch. لا switch to router ده اللي محتاج يبقى بي، يبقى optimized. طيب what the default interval time for a cam entry 300 ثانية. طيب كلام جميل. انا اعتبر خلصت النهارده باذن، النهارده بفضل الله تعالى خلصنا الاوتو نيجيتيشن فيلير كيسز، الماك ادرس لوكيشن ايدنتيفيكيشن، بصه الشو ماك ادرس تيبل، وازاي نضيف ماك ادرس ستاتيك، وعملنا او حلينا تشالنجنج لاب داش 3 و التشالنجنج تيست. انا اعتبر خلصت، اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.